من جانبهم أشاد متلقو اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسلاسة الإجراءات المتخذة منذ التسجيل إلى تلقي الجرعة الثانية، مؤكدين أن المسؤولية تجاه النفس والغير تتطلب أخذ التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية. إقبال لافت على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ينم عن الوعي المسؤول الذي يتسم به المواطنون والمقيمون، وحرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة أنفسهم وعوائلهم ومحيطهم المجتمعي. تقدم الشكر الجزيل إلى سمو ولي العهد رئيس الوزراء على توفير اللقاح مجاني لجميع المواطنين، وأنصح الجميع أنهم يأخذون لقاح الكورونا. الإجراءات الحمد لله أول ما نوصل خط سير حق الإبرة، وما في أي تعطيل الحمد لله رب العالمين، من نديش الكونتر إلى الحجرة حق الإبرة كلها الحمد لله سلاسة وسهالة الحمد لله. متلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أشادوا بسلاسة الإجراءات المتخذة، مؤكدين أن المسؤولية تجاه النفس والغير تتطلب المبادرة لأخذ اللقاح. هذه اللقاح طبعاً هو حماية للمجتمع كامل، فأنا جاي أصلاً للجرعة الثانية ومتحمس أصلاً حق اللقاح. والله ما حسيت بشيء، أول جرعة بعد كنت ما حسيت بشيء، وثاني جرعة حين تاوني ما أخذها الحمد لله ما في أعراض ولا شيء. طبعاً هاي ما قررت الدولة ودي إلا في مصلحة الجميع. أنصح الكل حق البحرين وأهل البحرين إن الكل يطعم إن شاء الله، ويعني حصانة للنفس وللغير يعني إن شاء الله. لما أخذ تطعيم المفروض لازم يجي أخذ يطعم عشان سلامته وسلامة غيره وسلامة عائلته سلامة أصدقائه. هذا وتتواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، فيما يؤكد الفريق الوطني والكوادر الصحية على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.